بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، لقد وصلت إلينا الدفعة الرابعة من اللحوم، لحوم صكوك الأضاحي، قادمة إلى مديرية أوقاف سوهاج. 4 أطنان لحم، وهذه الدفعة هي الدفعة الثالثة التي وصلت إلى مديرية أوقاف سوهاج. لقد وصل قبل ذلك أيضا 4 أطنان، وقبلها الدفعة الأولى 4 أطنان. فإذا قد وصل إلينا حتى الآن في إلى مديرية أوقاف سوهاج 12 طن من اللحوم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اليوم تسلمت مديرية أوقاف أسيوط الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، وسبق ذلك أن تسلمت المديرية دفعتين، كل دفعة كانت 4 طن، ليصل إجمال ما تسلمته مديرية أوقاف أسيوط حتى الآن 12 طن من لحوم صكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اليوم الخميس الموافق 20/8/2020 تم استلام الكميه الثالثه من لحوم الاضاحي المقرر توزيعها في اماكن اشد احتياجا من مديريه اوقاف سنا، وهذه الكميه وقدرها 4 طن، فيكون اجمالي ما تم استلامه من مديريه اوقاف سنا 12 طن حتى تاريخه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. في ظل النجاح الباهر لمشروع صكوك الأضاحي، ها هي الدفعة الثالثة وكمية 4 طن، ليكون المجموع 12 طن، تصل إلى مديرية أوقاف أسوان.